القراءة هي غذاء العقول، والحقيقة ان الجيل بتاعنا مش بيقرا كتير. الناس بتقعد اكتر على الفيسبوك وعلى التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. هما بيقروا صحيح، ولكن تعالوا كده لو شوفوا حد كاتب بوست طويل شوية بيكسلوا يقروا نصه وبيغيروا البوست ده. فاحنا عايزين نرجع القراءة مرة تانية، والشعار اللي كنا بنسمع عنه واحنا صغيرين القراءة للجميع. وهل في ناس دلوقتي بتروح تشتري كتب وتروح المكتبة وتشتري كتاب، ولا القراءة الإلكترونية؟ هو عموما المتعة بتاعت ان انا امسك الكتاب واقعد اقرا دي حاجة ليها احساس تاني وليها متعة تانية. ولكن طبعا مع تطور التكنولوجي والناس بتبقى حابة تقرا في كل المجالات، وكمان تكلفة الكتب العالية شوية، الناس بقت بتستسهل وتروح للكتاب الإلكتروني. المهم ان احنا عايزين نرجع الناس تاني تبتدي تقرا، والمهم انها تلخص كتاب، معنى ان هي لخصته يعني قريته وفهمته. خلينا نشوف تفاصيل اكتر عن المبادره دي، مبادره لخص كتاب، مع طبعا شبابنا اللي منورينا النهارده. وهبتدي من طالبه ندى ابراهيم، اهلا بيكي. اهلا. والطالب عبد الجمعة، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ودكتور محمد شحاته، الاستاذ بكليه اللغات والترجمه جامعه الازهر، اهلا بيكم. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني ابتدي من عندك بقى يا دكتور. المبادره اسمها مبادره لخص كتاب، والحقيقه انتوا عاملين نشاط حلو قوي على الفيسبوك. اديني فكره عن المبادره وجات لك الفكره ازاي. واسمحي لي في البدايه اشكر حضرتك على المقدمه الجميله اللي بتحس الناس على القراءه. ثانيا اشكر القناه ان هي استضافتنا، ان احنا من هنا ننطلق بالمبادره ديت لقطاع عريض من الشعب المصري اللي هو الفلاحين وما واسرهم والمحيطين بيهم، ويعني المبادره يا رب توصل لهم. المبادره هدفها الاساسي ان هي تحس الناس على القراءه، مش القراءه وبس في حد ذاتها، لا ده احنا عايزين يطلع قارئ فاهم محلل ناقد. هيطلع ازاي قارئ فاهم محلل ناقد؟ لما يجي يكتب نبذة عن الكتاب اللي هو قرأه، يعني لما يكتب ملخص عن الكتاب اللي هو قرأه. الملخص دوت بيديني الفكرة عن الكتاب، بيدي اللي كتب الملخص دافع ان هو يعرض لي الكتاب بصورة يعني مبسطة، بيدي للعمل الملخص دافع ان هو يبرز التحليل والنقد، بيطلع عندي جيل قارئ فاهم مستوعب ناقد. الفكرة بدأت معانا من حوالي شهرين ونص بعد انتهاء العام الدراسي. قلت يا ريت يعني الطلاب ما يتعطلوش، ما يتوقفوش في الصيف عن القراءة. فبدأت أنا أقرأ كتاب ولخصته وكتبته على المدونة، وقلت ده ملخص عن كتاب كذا. لو حد عنده فكرة إن هو يبعت لنا ملخص عن الكتاب اللي بيقرأه يبقى انا هبقى سعيد جدا، هيديني اشاره ان انا اشوف الكتاب ده انا ممكن اقراه ولا لا، ولو قريته هيفيدني ولا لا، وبيديني فكره كمان ان اشوف مثلا الناس دي بتعرف تلخص طريقه التلخيص. عملت الفكره ما شاء الله في اسبوع جالي 3-4 ملخصات، بدات الفكره تتبلور اكتر، بدانا ندور على نعمل جروب على الفيسبوك، بدا في ناس كثيره تنضم لينا، بدأ قناة إذاعة الشباب والرياضة عرفت بالموضوع بعتت لنا، عملنا برنامج هناك، المذيعة أعجبت بالفكرة جدا وقالت لنا يا ريت نعمل برنامج في حلقات متسلسلة عن لخص كتاب. أي. يعني اللي يلخص كتاب يجي يعرضه في البرنامج. بعد كده عملنا مسابقة والناس اللي فازت فيها بملخصات قيمة، رحنا عملنا حلقة في برنامج في قناة التعليم العالي والناس عرضت ملخصها فيه. فمن هنا بدأت الفكرة تنتشر أكتر. عايزين نحس الناس على القراءة، عايزين نطلع كتاب كويسين، كتاب ناقدين ومحللين وكده. صحيح. أنا عايزة بقى أروح للشباب، يعني البنوتة ندى، أنت أصغر عضوة معاهم، أنت في أولى ثانوي مش كده؟ طيب جات لك الفكرة بقى أن أنت تلتحقي إزاي بمبادرة لخص كتاب؟ هو أول حاجة اللي عرض عليا فكرة أستاذ عبده، قال لي إن في مبادرة اللي إحنا نلخص فيها كتاب وننزله، فعجبتني الفكرة إني بحب القراءة، وبالذات إن القراءة دلوقتي بقت في الوطن العربي تكاد منعدمة بالنسبة للدول الأوروبية المتقدمة. فكنت في وقتها بقرا في كتاب اسمه العبقريه، فعملت ملخص ليه ونزلته على طول. حلو قوي. انت بتحبي تقري في مجالات معينه بعيدا بقى عن الدراسه؟ يعني بعيدا عن الدراسه بحب اقرا في كل المجالات. لكن اكتر حاجه بتستهويكي؟ اكتر حاجه بتستهويني مجال العلوم.
العلوم. شايفه ان الجيل بتاعنا حابب القراءه وبيقرا كتير؟ يعني مش كله. مش كلهم. طيب خليني اروح للطالب عبده، وانت طالب في ايه؟ انا في كليه الدكتور جامعه. تمام، حلو قوي. برضو التحقت بالمبادره ازاي وايه الكتاب؟ انا عرفت من الدكتور ان انت اول حد بعت كتاب ملخص لكتاب، وكان كتاب ايه ولخصته في قد ايه؟ الفكره ان الدكتور محمد كان معيد عندنا في الكليه في القسم بتاعنا، وكان عمل كان كل يعني الدكتور بتاعنا بتاع الماده كان مدينا الكتاب بتاعه، وبجانب الكتاب ده 6 و7 كتب كده نقرا فيهم نزود الايه الثقافه بتاعتنا في الماده دي. فالدكتور محمد قال طب يا جماعه بدل ما نقرا كل واحد يقرا الكتاب ده، لا كل طالب متفوق يمسك الكتاب ويلخصه ويجي يعمل عرض باوربوينت ويعرض للشباب. كان الكلام ده باللغه الالمانيه عندنا في القسم يعني. فكان اول كتاب كان اسمه الاسلام يتحدى للشيخ وحيد الدين خان، وهو من عالم هندي يعني، وكان كتاب بيتكلم عن ان الاسلام فعلا دين قوي ويتحدى الناس، ويتحدى الله سبحانه وتعالى الناس بالسور القران وايات يعني حاجات لسه العلم بيكتشفها الان والقران سبقهم بها. صحيح. وكيف ان الاسلام دين حق وكده، ان هو يعني بعيد عن الزيف والتزوير والكلام ده اللي بينسب للاسلام الحمد لله. اخذ منك التلخيص قد ايه تقريبا؟ هو التلخيص خد حوالي 3 اسابيع. 3 اسابيع؟ لانه كان كتاب قوي جدا. كان كبير، كان تقريبا كام صفحه؟ حوالي 170 ورقه. بس الكتاب قوي وفي حاجات علميه اكبر. انا مهتم بالمجال الديني اكتر، بس نربط الدين بالعلم ده حاجه كويسه جدا طبعا، وبرع فيها الدكتور وحيد الشيخ وحيد الدين خان، وكان الدكتور عبد الصبور شاهين كان عامل تقديم للكتاب، وكان كتاب كويس الحمد لله. الملخص من 160، ممكن بقى يبقى الملخص قد ايه؟ الدكتور محمد كان بيقول لنا ما تزودش عن 10 سلايد. بالظبط. فهو الباوربوينت عشان يبقى ناجح تبقى 10 سلايد. فكنا مثلا مسكت فكره الكتاب، المقدمه، المؤلف، افكار الكتاب، الشابتر الاول بيتكلم عن كذا، الثاني بيتكلم عن كذا، وكان عرض بسيط يعني. كان حوالي 3 ساعة في الكلية يعني. دكتور، نوعية الكتب بقى اللي شايف الشباب أكتر بيميلوا ليها، يعني الملخصات اللي بتجيلك كان في أي مجال، وهل بيبقى في شروط معينة للالتحاق بالمبادرة دي ولا لأ؟ هو العلماء قسموا الكتب يعني كل الكتب اللي في العالم كله إلى 3 أنواع، كتب معرفة وكتب أطفال وكتب قصص اللي هي روايات. الكتب المعرفة ده يعني مشهورة جدا اللي هو العلوم، وكتب الأطفال ده لها قسم خاص، والروايات دي بيندرج تحتها القصص الكبيرة والصغيرة والروايات والقصوصة وكل. حتى هذه اللحظة جالنا من نوعين اتنين اللي هو كتب المعرفة وكتب الروايات. لسه كتب الأطفال لسه ما جاتش يعني، نأمل في القريب العاجل كده إن حد يتكلمنا، لأن كتب الأطفال دي لها مجال تاني خالص وأسلوب تاني وأسلوب مختلف، ونأمل إن يكون في ملخص للأطفال إن هو يديله فكرة عن الكتاب ويحبه كده. إحنا حتى هذه اللحظة معظم الكتب اللي اتعمل عليها ملخصات كانت في النوعين دول، نوع المعرفة اللي هو في كتب إسلامية، كتب عن العبقرية اللي كتاب عملت عنه ملخص ندى، في كتب ازاي فهم الفهم ازاي الواحد يفهم، في كتب عن العقيدة يعني كتاب دكتور يوسف زيدان اللي هو اللاهوت العربي، واحد يعني كتاب صعب، كتاب قيم، واحد عمل لنا عليه له ملخص، في عن الروايات يعني رواية العشق الأربعون ليف شباك اللي هي كاتبة تركية سويسرية، اتعمل الرواية دي ملخص، في عن كتب الاجتهاد، في كتب متنوعة كتيرة جدا اتعمل لنا عليها ملخص، ولكن ينقصنا زي ما قلت حضرتك هو اللي هو مجال الطفل ده، نأمل في القريب العاجل إن شاء الله إن ربنا يرزقنا بحد. هو استهداف الأطفال بيبقى صعب قوي طبعا، وأنا يهمني إن الأطفال ما يقتصرش بس كتبهم على ميكي وبطوط وفلاش. صحيح. وبس يعني. صحيح. ده ما يبقاش هو ده التارجت بتاعنا إن احنا نوصل للطفل وعم دهب وكلام، او طبعا مع احترامي للجانب الترفيهي اللي كلنا بنحبه وتربينا عليه، ولكن في الاول احنا بنخرج يعني من الكتاب بايه؟ ما بنلاقيش حاجه، هي حدوته وخلاص. احنا هدفنا ان الاباء يقروا الاول. أيوه. وبعد كده لما الاباء يقروا ويفهموا ويحللوا وينقدوا. أيوه. هينعكس ده ايجابيا طبعا على الاطفال. حضرتك عارفه ان احنا في الوطن العربي مقلين جدا، الاحصائيات كارثيه يعني. انا لما جيت ادور على الاحصائيات على القراءه لقيتها ما فيش خالص. حتى الترجمات اللي بتجي لنا يعني، في اخر احصائيه قريتها بتقول ان اسبانيا في سنه واحده بتترجم قد اللي احنا ترجمناه في الوطن العربي ب100 سنه.
احنا ترجمنا حتى هذه اللحظة 10,000 كتاب في القرن اللي فات. اسبانيا بتترجم في السنة 10,000 كتاب. القارئ العربي بيقرأ 6 دقائق في السنة. القارئ الأوروبي بيقرأ 6 ساعات أو 60 ساعة في السنة. يعني فرق شاسع جدا. 6 دقائق في السنة؟ يعني في الكتاب يعني مثلا بيقرا في الكتاب في الشهر ممكن كتاب مثلا. معقول احنا واصلين للدرجه دي؟ ايوه جدا. ده احنا عندنا حاجات يعني لو قرانا هتبص حضرتك هيبقى يتغير المجتمع تغير رهيب. هم برضو بصراحه بره وتحديدا كمان في فرنسا بشوف ان هم بيبقى في المواصلات قاعد بيقرا. نعم. لو في عياده في الدكتور مستني دكتور ولا حاجه يبقى قاعد بيقرا. صحيح. لو عنده بريك في اي حته الكتاب جنبه. صحيح. ومش بيبقوا طلبه ولا بيذاكروا. في ناس بتبقى مش بتحب القراءه وفي ناس بتحبها، بس هو بغض النظر عن الطريقه اللي احنا بناخد منها المعلومه سواء كانت مسموعه او مرئيه او حتى مقروءه، المهم ان احنا يبقى عندنا معرفه ومعلومات. انا عايزه ارجع تاني لندى، ازاي بقى بتحببي زمايلك في الموضوع ده؟ هل قلتي لحد ولقيتي منه مستجابه، ولا قالوا لك يا شيخ هنقرا ايه احنا هنروح نتفرج على فيديو ولا حاجه؟ في مجموعه من زمايلي قلت لهم امبارح على جروب عدوا 4,000 طالب، نزلت الفكره وردتها عليهم اللي هم اللي لخصوا الكتب والروايات اللي هم بيقراوها. في ناس في طلبه كتير قوي عجبتهم الفكره وقالوا باذن الله ان هم ينضموا ليها. وفي صاحبتي بردك بتعشق الكتب، قلت لها كمان هي كمان على فكره هي حبتها. وباذن الله يعني في عدد كبير قوي من المشاركه هينزل ملخصات للكتب. وبتلاقي ان هم بياخدوا مجال معين، كل واحد طبعا بياخد مجال معين بيستهويه، ولكن انت شايفه ان هم بياخدوا وقت اطول؟ يعني مثلا الناس المبتدئه ما يزهقوش حتى لو طولوا شويه في التلخيص، مش مهم، المهم في الاخر يطلعوا بنتيجه، يعني في ملخص. بتقولي لهم كده وبتقنعيهم بكده؟ بحاول اقنعهم. في منهم بردك ما بيقتنعش، يقولوا لا الفكره هتفشل، ما فيش حاجه من كده. بس بردك بقول لهم بصوا للناحيه الايجابيه. صحيح. باذن الله يعني الموضوع هينجح. هو عموما الفشل بيبقى بدايه النجاح، سيبك ان ممكن حد يفشل، كلنا ممكن نخفق في حياتنا والاخفاق بيبقى بدايه النجاح. عبده انا عايز اعرف منك بقى المستقبل انت شايفه ازاي في مجال القراءه، وهل هتستمر فعلا ده؟ وخصوصا بقى خليني اسالك، نعم. انت طالب دلوقتي في مجال، نعم. دراسه، بعد كده الحياه العمليه هتشغلك، وبعد كده هيبقى عندك اسره واولاد، هل هتستمر فعلا على القراءه في وسط الوقت الضيق قوي ده؟ قدر المستطاع ما توقفش القراءه. بالظبط. يعني مثلا انا كطالب دلوقتي عندي متسع مثلا 5 ساعات، ربما مثلا بعد كده لما اتجوز مثلا ممكن ساعتين ساعه، بس القراءه ما تتقطعش. بالظبط. مثلا زي ما حضرتك لسه قايله ممكن في المواصلات تقرا. ايوه. بتنتظر حاجه مثلا تقرا، انما احنا ممكن نقعد مثلا ساعتين على الفيسبوك مثلا ما تسمعش، بتلاقي الساعتين بتوع الفيسبوك. فمش هلاقي ساعتين الفيسبوك مثلا ومش هلاقي ساعه القراءه، فلازم القراءه تبقى متساويه على طول معاها. هو بس احنا بنقول للناس ايا كانت الوسيله. يعني انا جالي وقت زي كلنا ما كنا بنعمل، كنت بسمع اغاني بس. في الحياه ما بسمعش حاجه غير اغاني بس. طب انا بطلع بايه؟ معلومه ايه؟ يعني ما فيش يعني. وبعدين المهنه بتاعتنا اساسها الثقافه العامه، والانسان بيحس ان هو مش عايش. يعني انا في احداث بتحصل بس في مصر وما الواحد ما يعرفهاش. ففي ناس ممكن ما يبقاش، انا ما كنتش بحب اقعد اقرا كتير، فبقيت اعمل ايه؟ بقيت اسمع فيديوهات، اشغل على اليوتيوب مثلا حاجه، مثلا لو في العربيه او في الاوضه او على الكمبيوتر اسمع. انا بقول ده للناس، الجيل بتاعنا بقى خلقه ضيق شويه، ما بيعرفش. انت ادرى مني يا دكتور، لو بوست طويل شويه. صحيح. مش بيكملوا نصه. انا ممكن اضيف حاجه على قالها عبده، ان دلوقتي في مشروع في اوروبا وامريكا اسمه اقرا في الحمام. ايوه. في اقرا، يعني وصلوا ان انت لما تقرا في الحمام حتى ولو 5 دقائق يعني بتتجمع في الشهر، انت بتقرا حوالي ساعتين في ممكن تخلص كتاب في الشهر بس من عدد من الوقت دوت، الوقت البسيط ده. في طرق كتيره جدا للتشجيع على القراءه، عملوا في اوروبا فكره اترك كتاب في مقهى. أيوة. سيب كتاب معاك، انت خلصت كتاب سيبه على الترابيزه وانت في الكافيه، اعمل تجاهل ان انت الكتاب بتاعك، هيجي واحد ياخده يقراه ويجيبه ويرجعه تاني.
او يديه لحد تاني، انت خلاص مش محتاجه تاني، قريت كتاب اديه لحد تاني، شجع الفكره. حضرتك قلتي معلومه يعني انا بشجع حضرتك عليها، ان الكتاب دلوقتي اصبح كتاب مسموع. صحيح. في على اليوتيوب كتب كتيره جدا مسموعه. انا من الناس اللي في المواصلات ما بقدرش اقرا. ايوه. ببقى بتعب مجهد، ممكن انزل الكتاب على الموبايل بسهوله جدا من على اليوتيوب واسمع. سمعت كتاب مقدمة ابن خلدون كلها 12 ساعة مسجلة 12 ساعة على اليوتيوب وموجودة، سمعتها كاملا بهذا الموضوع. سمعت كتاب حي بن يقظان، معظم كتب مصطفى محمود موجودة دلوقتي على اليوتيوب. كتب الوحي، كتاب وحي القلم موجود على خان الخليلي لنجيب محفوظ موجودة على اليوتيوب. أولاد حارتنا الرواية دي موجودة على اليوتيوب بأصوات جميلة جدا. يعني الاتجاه السائد دلوقتي إن أنت في أي وقت ممكن تسمع وممكن تقرا. احنا عندنا في القسم، انا بقى ان شاء الله عندنا فكره ان احنا نجيب الكتب كلها وباصوات حلوه او نوديها للاستوديوهات تسجلها لنا كتاب مسموع وننزله لسيديهات على للطلاب ان هم يسمعوا الكتب. احنا عارفين ان بنضيع وقت كتير جدا في المواصلات، بنضيع وقت كتير جدا في ان احنا في الانتظار، في لما بنكون بنعمل مصلحه في مصلحه حكوميه او اي حاجه، ممكن الواحد يسمع. السماع ده هيهديني، هيخلينا افهم اقرا. ممكن ناس بتعبها القراءه بالعين، ده حل تاني للقراءه. يعني فكره حضرتك ما شاء الله عليكي ان انت فكرتينا بها. الكتاب المسموع موجود دلوقتي ومنتشر بكثافه، وفي جروبات بتنزل الكتب دي. المهم ان الناس تعرف، وبغض النظر هو عموما في ابحاث بتقول، انا قريت ابحاث بتقول انه القراءه بتبقى بتثبت المعلومه بشكل اقوى. ليه؟ لان انت لو نسيت العين بتفتكر شكل الكلام، بتفتكر حتى ممكن رقم الصفحه. يعني احنا بنذاكر زمان كانوا بيقولوا ان الافضل ان احنا نذاكر بالكتابه. صحيح. وبالتسميع عشان نبقى دايما العين بتفتكر ربنا المكان. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قالها في اول ايات نزلت من القران. بالزبط. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بالزبط. ايه الرابط ما بين علم بالقلم وما بين اقرأ اللي هو التدوين؟ أيوة. ان انت تلخص اللي انت قلته، اللي انت تكتب. الحضارات كلها اللي هي الحضارات العظمى، حضارة اليونانية الفرعونية، الحضارة السومرية، الحضارة العربية، كلها قامت على التدوين. يعني لو ما كانش في تدوين على الجدران من الحضارة الفرعونية ما كناش عرفنا ان في حضارة. التدوين ده هو اللي وصل لنا الفكرة، فكرة تتراكم ويجي بعدها فكرة وكلها مسجلة بينبت عنها معلومة، اختراع، تقدم، تطور. هو ده اقرأ وعلم بالقلم، في رابط اللي هو الرابط مشترك اللي هو الايه، التدوين اللي هو الكتابة. ايوه. عايز توصل بالناس لغاية فين؟ انا بحييكم بجد على المبادرة دي، وعارفة الهدف، بس انا عايزاكم تقولوا لي عايزين توصلوا بالناس لغاية فين. وتحديدا احنا يمكن كنا بندردش قبل الهوا بنقول ان مفيش حد بينزل يشتري كتاب دلوقتي، بقينا بنلخص كده الدنيا ونروح نشتري او نقرا من على الفيسبوك او تويتر. خليني ابتدي بندى، عايزه توصلي الشباب اللي في سنك لغايه فين وتنصحيهم بايه؟ هو دلوقتي الشباب اللي في سني او اللي بيدرسوا عموما، كل الكتب اللي هم بيحبوا يقراوها اللي هي الكتب تبع الدراسه، لو جينا عرضنا عليهم فكره اللي هم يقراوا كتب ثانيه في اي مجال ثاني، حتى لو مجال عايزين يتخصصوا فيه في المستقبل، ما بيردوش، عايزين يتخصصوا بالظبط في الدراسه عشان يعدوا منها. ففكره لخص الكتاب ديت ممكن بدك تديهم معلومات اللي هم يعرفوا معلومات حتى عن الكتاب، بس مش شرط يقراوه. ولو في كتاب يعني ملخص الكتاب عجبهم ممكن يقراوه ويصل اعلى نسبه لقراءه الكتب اللي هي تعتبر قليله في الوطن العربي زي ما قلت. صحيح. عبد اتفضل. انا عايز بس الناس تبقى في اسراء، كل ما كان في قراءه في ثقافه. يعني الاديب عبد العباس العقاد كان بيقول كلما قرات كتابا اضفت عمر صاحب الكتاب الى عمري. فلما انا هقرا كتاب بحضرتك اخد عقليه حضرتك، وكمان بيقول لك لما اخد فكره اضيف الفكره لافكاري، يبقى اصبح عندك فكره فلان وفلان وفلان، فانت عندك طريقه جدا انك تبتكر، بتنمي عندك الـ انك تكتب، انك تتكلم، انك تبقى عندك افكار، تبقى مبدع. أيوه. تبقى انت في يوم من الايام كاتب. وبرضك في الاخر يصب برضك ان المجتمع كله مثقف، لان كل ما زادت درجه القراءه الناس مثقفه، الرقي يبقى في التعامل. برضك لما تقرا كتاب عن الرومانسيه مثلا ممكن ينعكس على شخصيتك. صحيح. تقرا كتاب ف
فبينعكس على شخصيتك. طبعا دكتور اتفضل. انا هدفي ان 100% من الشعب المصري يقرا، مش من الشعب المصري بس، ده من جميع الدول العربيه اللي هم لغتهم لغه الضاد، لغه اللغه العربيه. هدفنا ان نوصل لاعلى قدر ممكن من الناس، او اكبر عدد من الناس ممكن نوصل لهم ان هو يقرا كتب. احنا المجتمع كل ما زاد ثقافته زي ما عبده بيقول، كلما قلت فيه الجريمه، كلما قلت فيه البلطجة، كلما قلت فيه السرقة. الإنسان المتعلم المثقف القارئ بيبقى عارف إن الكذب غلط مش هيعمله، إن السرقة معاقبة، إن الأعمال المخالفة للقانون عليها عقوبة. هدفنا إن احنا نوصل مجتمع لإن هو يكون مجتمع مثقف، مجتمع قارئ، مجتمع واعي ناقد ومحلل. افكاركم جميله وانا ببقى سعيده جدا وفخوره بيكم، لانه دايما بيقولوا علينا بقى ان احنا جيل الانترنت والفيسبوك مش فالحين في حاجه غير الحاجات دي. والله انا فوجئت، انا فوجئت بالملخصات وبالعدد المهول دوت يعني، وبالمعرفه اللي احنا لقيناها في الملخصات. حاجه ما شاء الله يعني، ان شاء الله الفكره هتاخد طور يعني التوسع، وان شاء الله ننتشر اكتر. شكرا لحضرتك جزيلا. شكرا ليك. واحنا يمكن ظلمنا شويه بالكلام عننا الغير صحيح، ولكن وجودكم معانا الأمثلة المشرفة اللي زيكم بتثبت إن احنا فعلا جيل مبتكر ومبدع. أنا بشكركم شكرا جزيلا. طالبة جميلة ندى إبراهيم شكرا جزيلا ليكي، وطالب عبده جمعة شكرا جزيلا ليك، ودكتور محمد شحاتة الأستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر شكرا جزيلا ليك، نورتيني. شكرا يا فندم. مشاهدينا حلو قوي ان احنا نقرا ونقرا كتب، احنا الفقره دي كلها بنتكلم على الكتب بس. تعالوا نعمل مبادره تانية كده لبرضه للشباب اللي في سننا، اللي سكينه شويه سرقاهم، اللي ممكن ما بيكونوش مثلا بيقروا قران كتير، او ما فيش ما بينهم وبين القران شويه عمار، ممكن المصحف يبقى محطوط. المشهد ده كنت بشوفه في حتت كتير قوي، المصحف يبقى محطوط وعليه تراب من كتر ما الناس ما بتمسكهوش. تعالوا نعمل حاجه حلوه انا شخصيا جربتها، وربنا يا رب يدينا وحضراتكم الثواب. كل يوم نقرا صفحتين بس، هتلاقوا على مدار الايام يعني صفحتين، سواء بقى الصبح بالليل الظهر العشاء في اي وقت صفحتين، هتلاقوا على مدار الايام ان الواحد ختم القران الكريم من غير ما يحس. لو حد مش بيعمل ده كل يوم، يا رب يعني نتعود ان احنا نعمل كده، ويبقى ثواب بسيط في جانب اليوم، زي ما بنفتح الفيسبوك نفتح المصحف نقرا صفحتين بس ونقفل على طول، مش لازم نزود. لو زودنا يبقى خير وبركه. ربنا يا رب يهدي جميع ويدينا ثواب قراءه القران، ويدينا كمان ثواب العلم، لان حامل العلم ده ربنا سبحانه وتعالى بيديله ثواب كبير قوي قوي. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير بمنتهى العزيمه والاصرار. ومره ثانيه أنا بحيي كل الشعب المصري على صموده أمام أي عملية إرهابية أيا كانت، وده لن يزيدنا إلا إصرارا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى وبالوطن. كنت معكم إسراء عادل، وإلى اللقاء.